السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمه الله الخير. ان شاء الله تمام. يلا حق قالوا الزول ده حاج يجي يعني يجي من الباب هاي، وانا جيتك وطالب يا بنت تقروا على سنه الله ورسوله. ربنا يخليك والله. شروطكم شنو يا حاج؟ شرطنا الاول يا ولدي، احنا دايرين مهر لي ومهر لي ومهر لامه. يا حاج انا جاي اعرفك انت والحاج والبنت اللي شنو؟ انا داير البنت بس برايا انت باكج ولا شنو يا حاج؟ والله اقعد سايق والله يا ولدي، دي شروطنا دي. انا داير المهر لي لانه ده للمستقبل، كان حصل لي حاجه وكان حصل لهم حاجه وكان حصل لي حاجه. بتكلم ابوك يا اخي، قولي له انا ما مستثمر يا مالي. شرطنا الثاني، انا احنا دايرين ثلاثه فيلل، فيلا في ايطاليا وفيلا في اسبانيا وفيلا في اندرمان. ليه لكن يا حاج؟ كان حصل حاجه في اسبانيا نمشي ايطاليا، كان حصل حاجه في ايطاليا بنرجع لاندرمان طوالي. انا داخل وزاره الاسكان وانا داخل اعرف يا حاج. والله ما بعرف يا ولدي، شفت اقعد يساي من الاخر كده. انت والعرس ده في شنك ودينا ولا فين؟ حتى بتعرف هنا حنانك زاد ان شاء الله. بابا اسكتي سايق، اقول لك اوي جيب لنا حق الصعود مع الدكه مش فيها مشكله. استغفر الله.